امرأة حجت متمتعة وبعد أن قضت العمرة حاضت وبعد الإفاضة من عرفات طافت بالبيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في 18 من عمرها؟ عليها تعيد الطواف، طافت الحاجة عليها تعيد الطواف. يعني وصلت إلى أهلها بنية الحج السابق، عودة مكة مع محرمها، وتطوف طواف الحج بالنية، بنية الحج السابق اللي مضى تطوف بطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم.